الشبيبة من دون قائدها وهدافها علي ريال الغائب بسبب العقوبة. واجهت الشباب الذي غاب عنه هو الآخر الظهير الأيسر عبد الله الشبيرة في آخر لحظة بعدما عاودته آلام الإصابة أثناء عملية الإحماء ويعوض بمن شريفة زكريا. مواجهة مهمة لكلا الفريقين، فكلاهما في رحلة بحث ضمان البقاء، خاصة أصحاب الضيافة المطالبون بتنشيط اللعب وتأكيد نتيجة الجولة الماضية أمام الموب. المباراة أدارها الحكم بشاري بامتياز رفقة مساعديه، وأولى الفرص كانت لعبد الجليل من جانب الكناري، إلا أنه لم يحسن استغلالها. دراج رد عليه عن طريق التسديد لكنها خارج الإطار. نعيش الدقيقة 26، خياط يفتح والحارس عسلة على مرتين ينقذ الموقف أمام عبد الجليل. محاولات الشبيبة كانت جلها بالكرات الثابتة التي حنت لعلي ريال، فلم تجد من يترجمها إلى أهداف، فيما الشباب وبكرة ثابتة نفذها ربيح كانت تبدو سهلة لعز الدين دوخة. في لحظة نقص تركيز الكرة تفلت منه لتجد خليل سفيان يسكنها الشباك. حدث ذلك في الدقيقة الأخيرة من المرحلة الأولى. الرد في الوقت البدل الضائع كان من يوسف خوجة بالتسديد، وتألق معها وأخرجها مالك عسلا. تغييرات الطاقم الفني القبائلي بلعب ورقة الهجوم لم يثمر الجديد رغم السيطرة، وكل المحاولات كانت تنقصها الدقة والحظ في بعض الأحيان. فلا رايح ولا إيسلي بالتسديد أتى بالمبتغى أمام فريق دافع بشراسة على هدف التقدم، فيما نقص